هذه المنهولات كلها غلط. هذه هنا اكثر من 200 حادث لحد الان صار هذا محلي. وما لها اي علاج، هذا اخر شيء جابوا ماده مواد، خلوا الماده اللتر ب 10000 وما فاد بيها دحق عليها. سيارات لوريات كبار تضرب اللوري تضرب المنهال الا تطير القبق لي فوق. وتقع بسيارات الصغار يعني كلها تتاذى. الباحه مونيكا حق 6 شدات وراعيها مخطر لو ميت. يعني حتى يعني ما لها اي علاج هاي المنهولات. شلون يكون علاجها؟ اخوي هاي علاجها لازم تلغي. تتبلط حاله حال الشارع وظل هاي المنهولات هاي مال هاي الصفحه. تلغي واخلي علامه عليها امت ما انسدت المجاري هذاك الوقت افتحها افلش التبليط مالها وارجع انظفها. ماكو غير هذا الحال، هاي رابع مرة، هذه المنهولة مقابل محلي هاي رابع مرة تتعمر. وهذه أكثر من يمكن هذه هنا لحد الآن يمكن 50 واحد اندعم بهاي المنهولة. أبو السيارة الأكسنت اللي مضلع الانقلاب اشتكى أبو المجاري زتها براس أبو البلدية، وأبو البلدية زتها براس أبو المجاري. أخي هذه المنهولات علاجها تتبلط حالة حال الشارع، تتخلى علامة أنه هذا منهول، هيمت ما انسدت بعد 20 سنة تنسد يفلش هذه ويرجع يعالجها. ماكو غير حل، هاي رابع مرة تتفلش هاي المنهولة، وخلوا مادة ب 10000 اللتر ويا الجبلة ورجعت تفلشت يومين، ورجعت تفلشت، ما لها أي حل. لأن التبليط يوميا مبلطين ويوميا راجعين وفاتحين التكسرات ماله، يوميا فاتحين المجاري. أنا قبل يومين هنا ريت أسوي حادث، أنا أشتغل على خط بعاج، قبل يومين هنا ريت أسوي حادث، ما حجزت إلا هذا قدامي سادين الطريق. من هزمت من جو التريلا من هنا وراد يدعمني، هذا كان ريت أدعم المقابيلي، يعني ما ليش الشكله؟ ليش يوميا يسوون ويرجع يرقعون ويرجع يعيدون من جديد؟ ليش؟ بعدين عندك 17 تموز، ليش الشوارع مخالفات مجاي حاسبون على سواق المخالفات؟ ليش ب 17 تموز هسه ليش كله مخالفات هسه اروح على شارع 60 مال ارماد؟ كله مخالفات، تمشي مخالفه يعني تمشي لك بال 200 متر كله مخالفه، ترجع تمشي من الجهه 200 متر مخالفه، ليش؟ مخالفات يوميا حوادث يوميا حوادث. منو يتحمل مسؤوليه هذا؟ يتحمل المسؤولين. اجل المسؤولين عاش قاعدين على الكراسي، شو يسوون؟ بعد هذا التحرير قلنا ان شاء الله تعدلت امورنا، ان شاء الله راح نصير زينين، ان شاء الله ظلوا اللي ناس اللي اسلوبهم طيبه شرواكم اشو احنا العكس قاعد نشتغل. يا هذا مو 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 حل ولا راح يصير لنا حل نهائي. تجي عليه طلع شوارع الخارجيه مكسره بنوبه تعبانه ترقعونها ترقيع كل حاس حادث كل شويه نجي والله حادث مقترين شايلهم على المستشفى وناس ميته وناس مقطره وناس ليش؟ اخي هاي التبليط صار تبليط الشارع. المنهولات خلوها بلطوا الشارع كامل جو حفروا الشارع للتبليط وخلوا هالمنهولات عمال يجون اخوان نحشي وياهم يا اخوان هاي شغلكم مو صحيح شغلكم مو صحيح هذا التبليط مو صحيح الصب مو صحيح يجيبون شمنتو ورمل ويكملونه ويروحون حتى نرش بيدينا المي حتى لا تروح هذه الحل بيه حلين اما يبلطون الشارع كامل يبلطون هالوسطى كامل يبلطوها يطمون المنهولات او يخلون عوارض هاي الربات ماكو شلون شغله جامعه يا ماكو شغله ثقافه يا بحي مثلنا يخلوا يلا يلا تنحل هاي الله يخليكم وصلوا وين مدير البلديه انا كتبت المدير المجاري قال مو خصاصنا على البلديه قال واجب البلديه وين مهندسي البلديه وين مهندسي المجاري وين خريج مهندسي جامعه الموصل وينكم انتم يا اخي عيب والله عيب